الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي على فوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية. مصر وقبرص واليونان يطالبون بالاحترام الكامل للسيادة والحقوق السيادية للدول بمناطقها البحرية الشرق المتوسط. وزارة الداخلية تنظم يوما ترفيهيا لأسر شهداء الشرطة. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف. وأكد الرئيس السيسي في تويتة له على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وذلك بعبور 72 سفينة في الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن، وهي خامس أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة والأعلى منذ بداية جائحة كورونا. طلبت مصر وقبرص واليونان بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. جاء ذلك في البيان المشترك لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص. كما أكد وزراء الخارجية الثلاث أن مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية، وأنه يجب تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية الليبية بإخراج المرتزقة معربين عن رفضهم التام لأي تدخل أجنبي في ليبيا. نظمت وزارة الداخلية يوما ترفيهيا لأسر الشهداء، المزيد في سياق هذا التقرير. يبقى لشهداء الوطن مكانة خاصة في قلب كل مصري، فهم من سطرت تضحياتهم ما نحن فيه من أمان واستقرار. الحفاوة والتكريم تحيط بأسرهم في أي مكان، وفي إطار هذا الاهتمام وهذه الرعاية دعت وزارة الداخلية أسر الشهداء لقضاء يوم ترفيهي. ده فخر واعتزاز ليا ان انا قدرت اقدم ابن ليا لهذا البلد، وانا راضي وسعيد. من مديرية لاخرى ومن قطاع لاخر بوزارة الداخلية تنوعت الاحتفالات التي ادخلت السعادة على اسر الشهداء، بخاصة ابناء الشهداء الذين ثمنوا غاليا اهتمام وزارة الداخلية الدائم بهم وحرصها على مشاركتهم الاحتفال بالمناسبات المختلفة والتواصل معهم لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم. وزارة الداخلية مش ناسيانا في أي حاجة طبعاً، ومعانا في كل المناسبات، ما بيبخلوش علينا بأي حاجة، واللي بيعوز أي حاجة بيتوجه ليهم، وبنقول لهم متشكرين على اللفتة الكريمة دي وسعداء بيها طبعاً. احنا بنكون مبسوطين جداً ان احنا بنلاقي في تواصل من وزارة الداخلية، وده مش جديد على وزارة الداخلية طبعاً، ودايماً بيتصلوا بينا، ودايماً في ود وتلاقي روحي بين هيئة الشرطة وبين أسر الشهداء. كما تم اصطحاب أسر الشهداء في جولة سياحية وأثرية شملت المتحف المصري بميدان التحرير وقلعة صلاح الدين، استمعوا خلالها إلى شرح حول التاريخ المصري القديم والحديث والمقتنيات الموجودة بالمتحف والقلعة، وهو ما يغرس لديهم روح الانتماء والاعتزاز بعظمة التاريخ المصري الذي يزخر بالبطولات والتضحيات والأمجاد. لو
الداخلية بشكرها على كل اللي بتعمله لنا وبتعمل لنا اللي احنا عاوزينه، بتجيب كل اللي احنا عاوزينه وبتخاف علينا وبتهتم بينا. هما دايما معانا واحنا مش بنحس ابدا ان احنا لوحدنا، ودايما بيحضروا لنا الاحسن والاحسن. بيحاولوا ان هم يرسموا البسمة على اطفال الشهداء. الشهداء سيرهم وبطولاتهم مخلدة في وجدان واذهان المصريين، مكرمة أسرهم في أي مكان يحطون فيه، فهم موضع تقدير وترحيب من الجميع. مصر مش هتحيا إلا بالعمل، مصر مش هتحيا إلا بالإخلاص، ونحط إيدينا كلنا في إيدين بعض. وتتواصل الاحتفالات بهذه الأسر في أي مكان وزمان، فالتضحيات لا تنسى وتظل خالدة بأحرف من نور في سجل الوطن الذي يتباهى دائما بشهدائه.